صدقي ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خش اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايره يا ولا. نورا يا خالتي انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي. ولا يلا اتكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم. سلام. لا 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 هتنسعيني، هرجو عليك الميه. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونه، انت حته اخوك حته، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره. بره ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحس بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه بس انت ساعديني، هاتيلي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة او سراب ايه ده؟ كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطعي الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلامه بالسلامه. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي يا سمينه ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو. ورز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه ما تبقاش جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقد يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاكوا حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجو ويجا ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور.
ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي النبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوة. بلاوي ابوه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه، ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه يا وليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسر؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيقوم عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال؟ كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه بوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. من نوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. Attention, un vautour, 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 attention, un accident. Quoi? Quoi? Ma belle, ma belle, j'ai soin, attention, attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهاردة عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي أنا فاكرة. أنت رايحة عند الولادة ولا إيه؟ وهي عارفة إن أنت رايحة؟ لا أنا واخدة البنات ورايحة لها مفاجأة. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروح على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعة كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجة. يا ست أنت قوم عمتك ماتت. إيه؟ عمتك ماتت. تاني؟ أيوه قوم يلا فوجة. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه اوعى غور انت. غور. لا مش وقته. يا رب عصره زي ما عصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت الماس هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست وصل قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه
يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي امشي، ولا اقول لك خدني معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يهمني الله. الله، اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك والقلوب يا مسافر. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة، افرض سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت وعينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك. كهرمانة لما عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد الببلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك؟ رح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا، ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. بيكون سلمتي نوال بتاعت الأردن وأنا بحبها. لا، نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يومها، سرق منهم عقود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص، عاوز أعرف مين اللي خد العقود ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي؟ اللي أنت مالك؟ أمال ده شغل، مالكش أنت دعوة. معلش اللي معلش، إحنا